السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف حضرتك؟ اسمي السيد عبد السلام عبد الله ابراهيم. اهلا بك. عايز تشتغل فين؟ انا صاحب شركه البدر للصناعات الغذائيه الحديثه. اهلا بيك. حضرت معانا برنامج 10 اضعاف التقدير 10 اضعاف البيزنس. ايوه. رئيس المعهد البدري للولايات المتحده الامريكيه. تمام. ايه راي حضرتك في التجربه؟ لا تجربه بسم الله ما شاء الله ممتازه جدا، وانا استفدت بيها على المستوى الشخصي بالنسبه لاقناع العملاء بتاعتي، لان انا اقناع انا المنتجات عندي منافسه واقناع العملاء عندي صعب شويه. تمام. شايف ان التجربه افادت حضرتك على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي ازاي؟ اكيد استفدت بيها على المستوى المهني، ان زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان انا هقدر ان انا النقاط اللي هحطها اقدر اقنع بيها العملاء بتوعي وعن المنتج بتاعي، وعلى المستوى الشخصي ان انا اكيد هكتسبها كخبره ليا في الحياه. تمام جميل. تنصح اشخاص اخرين يحضروا نفس التجربه؟ اكيد كل حد بيعمل في مجال البيزنس انا انصحه ان هو يحضر الدوره دي. تمام. ايه راي حضرتك في التعاون مع فريق خدمه العملاء؟ لا فريق ممتاز جدا وناس كويسين وعندهم سعه صدر كبيره. تمام جميل. هل عندك حاجه مانع نعرض الفيديو الخاص بيك على القنوات الخاصه؟ لا ابدا. شرفت. شكرا جدا لحضرتك. العفو.